ويمكن أن يكون قاتلاً للإنسان. يوجد أكثر من 2000 نوع من قنديل البحر. يعد قنديل البحر مفترساً هاماً في النظام البيئي البحري. يصنف قنديل البحر ضمن شعبة اللاسعات، ويتميز بجسده الهلامي الشفاف، مما يجعله خفيفاً للغاية. في بعض الحالات يمكن أن تكون لسعة قنديل البحر قاتلة. قنديل البحر كائن مثير للاهتمام، وإزالة أي مجسات عالقة على الجلد باستخدام ملاقط أو ماء مالح.